مايسترو، نعمل لهم بقى نشوف النغمة الدوري مي ونشوف ودانهم جميعا كده عمالين يغنوا ويتنططوا ويعملوا حاجات استعراضية. نبتدي من الأستاذ أحمد بقى ولا إيه؟ حبيبي حبيبي ايوه توفيق سحراني لينو ياسمين لما نشوف الأذن الموسيقية ياسمين صح؟ شادي سؤال لا دي بتاعت سؤال من ليك ذوق على مهلك ذوق علي صوته طارد طارد للجمهور يعني طارد للزبالة لا دي تبقى خيبة بابيزا اهو يعني تبقى خيبة ياسر مع بعض مفاجأة بقى بلا الفضل مطرب جامد جدا بجد مغنيش بقى هو بيغني هنا غير والله العظيم صوت صوت رائع وعبقري وكذا كذا كذا شركة عايزين يعملوا شوتكاست والله العظيم بجد هنا جامد جدا انت قصدك يعني في روتانا نحضر نفسنا ما تصدقش الكلام ده بالراحة ده موجود يلا يا مايسترو والله موجود جدا في الغنى عندي أخبار ربما حدثت أو لم تحدث
فهتقولوا لي كل واحد فيكم تعليقه عليها بسرعه تكريما على الرغم وعلي بقى يقوم معاكم بصراحه يلا يلا علي وتعبنا معاه تعالى يا علي ياسمين يلا يلا ارقص بقى كويس سهراني مزاجك العالي اقبضني يا غالي يا مزاجك العالي اقبضني يا غالي هنستنوك على القمة ونلبس لك العمة هنستنوك على القمة ونلبس لك العمة وهتفكرني بوك او حتى بتحسي بوك اسكندراني على حق اسكندراني على حق قول يا هيمة قول